مين معانا؟ السيدة أم حسن تتفضل. عليكم. السيدة أم حسام تتفضل. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا سيدنا، أنا بصلي وأنا قاعدة بأمر الدكتور. أنا في حد قال لي لازم وأنا قاعدة لازم رجلي قدمي تبقى مستغطية، يعني لازم قلب الشراب. الكلام ده صحيح؟ يعني أنا لازم قلب الشراب وأنا قاعدة؟ أنت قادرة تلبسي الشراب ولا لأ؟ في كل وقت. أنا بصراحة ما بقدرش ألبس الشراب دايما، فأنا ممكن بغطي رجلي. صلاتك صحيحة. إحنا الفتوى اللي عندنا إن ظاهر القدم ده ما بيبقاش من العورة على ما أفتى به السادة المالكية، فصلاتك صحيحة. نعم. يعني بطن القدم هو العورة، يعني بنتي لو بتصلي لازم تلبسي الشراب. لا لا خالص خالص خالص، انت مش قادره فتلبسي كده فخلاص صلاتك صحيحه، حتى لو قدمك مش متغطيه، قدم بس اللي هو وش الرجل بس، مش فوق كده وش الرجل. لا لا انا فاهمه القدم بس وش الرجل، انا قصدي طيب. ان بنتي لما بتصلي، بنتي بقى شابه صغيره الحمد لله، فبتصلي عادي وهي بتصلي في البيت وما فيش حد معاها، برضه لازم تلبس شراب. احسن خروجه من خلاف تلبس شراب. طيب في سؤال تاني يا سيدنا، انا عايز اعرف المفروض على حد فهمي ان ربنا قال ان الواحده لو اتطلقت او اترملت في ليها عده 3 شهور لو مطلقه و4 حسب حيضات. لا 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 حسب يمين، لو هي ما زالت بتحيض بيبقى 3 حيضات. ايوه انا سؤالي بقى في السؤال الحيض، في الحيض نفسه، لو واحده عامله استئصال رحم يعني هي مش ملهاش ما عندهاش حيض حمل، بيبقى خلاص زي الأيسة من زي التي وصلت الى حد ان هي ما بقاش عندها خلاص عندها، يعني ممكن تتزوج يا سيدنا بس من عندها غير عدة؟ خلاص لا اسمعي، طيب اسمعي، هو لازم يبقى في عدة سواء. ايوه ما انا سؤالي في كده بس، ما لسه اجاوبك اهو، والله عايز اجاوبك اللي هي لو خلاص انقطع عنها الحيض دي اسمها أيسة، فالأيسة دي اللي خلاص انقطع عنها الحيض بيبقى أيوة. عدتها بالاشهر خلاص. ايوه بس كده يبقى عدتها تكون بالاشهر خلاص. تمام يعني هي في عده سواء في طبعا في عده